Finito adesso eh, il mio incontro col presidente Tebun. لقد انتهيت للتو لقائي مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون كان لقاءا مهما جدا سادته أجواء من الودية لقد تحدثنا على ضرورة المزيد من التعاون بين إيطاليا والجزائر وذلك لتحقيق المزيد من الاستقرار في منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل وأيضا لتحقيق المزيد من التعاون بين بلدينا في المجال العسكري والمجال الصناعي وذلك لأن إيطاليا تعتقد أن الجزائر يمكنها أن تلعب دورا رئيسيا من أجل تحقيق الاستقرار في كامل القارة. على مدار الشهور القليلة القادمة سنعمل جنبا إلى جنب لإعداد خطط مشتركة لمواجهة أبرز الأزمات التي تواجهها حاليا وأيضا لتحقيق المزيد من الأمن في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا. شكرت فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على هذا اللقاء ونقلت له تحيات من رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا وتحية رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اتفقنا كذلك على زياده التعاون بين المؤسستين العسكريتين الجزائريه والايطاليه فاهدافنا المشتركه هي تحقيق النمو والاستقرار في افريقيا وحوض المتوسط ومكافحه الارهاب فالقاره الافريقيه تحتاج الى تحقيق النمو الاقتصادي وهو الهدف الذي نريده من خلال خطه ماتاي التي اطلقتها رئيسه الوزراء جورجيا ميلوني وهو ما يجب ان يساهم فيه الغرب بما في ذلك ايطاليا و Europa. La crescita economica di cui questo continente ha bisogno.